عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل الكريم يسأل عن هذه التي أتت ممكن طلب صغير، ترسل لكل واحد عندك اللهم صل على محمد وآل محمد، من فضلك اليوم سنهدي رسولنا هدية وهي 10 ملايين صلاة على نية شفاء كل مريض، لماذا لا توقفها عندك؟ طبعا هذه الرسائل الغثة هذه كل مرة تأتينا سبحان الله وتمر، فطبعا هذه رسالة فيها محاذير. أول هذه المحاذير كلمة أمانة، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ليس منا من حلف بالأمانة، هذا شرك، هذا رقم واحد. الأمر الثاني جزاك الله خير، نحن سنهدي الرسول عليه الصلاة والسلام 10 ملايين صلاة اليوم على نية الشفاء، هذا أيضا كلام باطل، لا أصل له. الأمر الثاني وين يدرك أنه وصلت 10 ملايين، 10 ملايين صلاة، وكيف تخصصها في يوم بعينه من غير ما يأتي فيه دليل. الأمر الرابع كيف تحرج الناس ترسلها لكل واحد عندك؟ لا، هذه لا ترسل، هذه لا ترسل الله يرضى عليكم، بل تبقى في مكانها، ويناصح من يرسل ذلك أن يتقي الله عز وجل ولا يرسل مثل هذه الطلبات هذه التي لا ينبغي أن معذرة لأني مريض، الطلبات هذه التي لا ينبغي أن تجاب أصلا لما فيها من الشرك والمخالفات الشرعية ولما فيها من إحراج الناس وخلاف الهدي النبوي. وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، تم تحرير صوتيا في عشية يوم الخميس ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام لسبع خلونة من جمادى الأولى لعام 41 و400 وألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.